قال: فخرج بلال بوضوءه. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وكم من الناس من يغلط حينما يقرأ الأحاديث يقول بوضوءه. الوضوء عمل، هذا وضوء، أما وضوء بالفتح ماء. فخرج بلال بوضوءه أي معه الماء الذي سيتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا أنه لا بأس للإنسان أن يساعده أحد في وضوءه. إنسان كبير، إنسان متعب كذا، ساعده أحد، غسل له يديه، فرك له يديه، لا حرج في هذا. قال: فمن ناضح ونائل. هذه الكلمات اليسيرة الوجيزة معناها عظيم جدا. لما خرج بلال بوضوئه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ. بماذا خرج؟ بالماء الذي توضأ به. قال: إيش يصنع به الناس؟ شان إيش طالع أصلا؟ الماء يعني الذي تقاطر تجمع، فأخذه بلال فخرج به إلى الناس. فخرج بلال بوضوئه من أجل ماذا؟ قال: فمن ناضح ونائل. الناضح أخذ قليلا من الماء، نضح يعني شلف على وجهه، شلف على يديه بالعامي، هذا هو النضح، هو أخذ الماء ووضعه على اليد أو الوجه أو كذا، هذا نضح رش يعني. ونائل نال الشيء، أخذ منه ولو شيئا يسيرا. فإنسان أخذ ولو بأصبعه شيئا من هذا الوضوء، قال: إيش يفعلون به؟ قطرات، إيش يفعلون بها؟ ناضح ونائل يتبركون بها، يأخذها الإنسان فيمسح بها وجهه، هذا ماء لامس وجه وجسد سيد خلق الله، فهو أطهر ماء مسته أو عرف في الأرض. لذلك كان بعض أهل العلم ينكت مو من إحنا بس بنقول له نكتة، النكتة عند العرب هي الفائدة اللطيفة، الفائدة اللطيفة. كان بعض أهل العلم ينكت بمعنى يأتي بفوائد لطيفة، قال: أتدري خير ماء وجد على وجه الأرض؟ فقالوا لهم: نعم يا سيدي، زمزم. قال: لا، ماء مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أي مكان كان صار أطهر ماء على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، بسبب مسه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتبركون بهذا الماء الطاهر، سبحان الله. فأحدهم يدلك به وجهه، أحدهم يمسح به صدره، أحدهم يضعه على يديه، يأخذون ويطلبون البركة بذلك. أيضا يستفاد من هذا أن التبرك بآثار الصالحين جائز، لا كما يقول بعض المتنطعين، يقول هذا خاص برسول الله. بعض المتنطعين يقول: لا لا لا، هذا خاص برسول الله، أما ما أصابه جسد بعض الناس العلماء الصالحين الفضلاء لا تتبرك به، هذا كفر، هذا شرك. من قال لك هذا العلم؟ من أين جئت به؟ دائما أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون: إذا جاء الحديث ولم يدل دليل على أنه خاص فهو عام. أي حديث سمعناه أو آية قرأناه في شيء يدلك أنه هي بس لك، بس للصحابي فلان، فقط لسيدنا رسول الله، في دليل، في شيء دلنا على ذلك من القرآن، من السنة، من يوجد، بارك الله. لا يوجد لمن هذا؟ لخلق الله أجمعين، لا يوجد دليل على أنه هذا خاص. بالتالي أي ماء، أي شيء مسته أجساد العلماء وكذا، وأنا أعتقد أنهم من أهل التقوى والإيمان، لا بأس أن أخذه على سبيل التبرك. التبرك، والتبرك شيء، واعتقاد أن أي شيء في الدنيا يضر وينفع دون قدر الله شيء آخر. أتمنى أن يفهم الأمر. التبرك شيء. الآن ليش بشرب أنا؟ ليزيل عطشي. طيب، نحن نعتقد كمسلمين، وهذا الأمر قد يغيب عني وعنكم، عن أكثرنا قد يغيب، لا الماء يروي ولا الطعام يشبع ولا أي شيء يؤدي شيئا في الدنيا إلا بإذن الله. ألسنا نقول في يوم الجمعة: واعلموا أنه لا يضر، تحفظونها ونرددها ونهز برأتنا
الله لا إله إلا الله بس ما فهمنا شيء ونعيدها كل جمعة بس ما فهمنا شيء ولا طبقنا شيء. سبحان الله. رزقك إن لم يقدره الله لك لن تأخذه. لقمة إن لم يقدرها الله لك لن تأتيك. شربة شربتها لن ترتوي إلا إن شاء الله أن ترتوي، لو شربت بحار الدنيا ماء الدنيا. طعام أفخر طعام لو أكلته لن تشبع إلا أن يشبعك الله. وهنا أيضا كل شيء في الدنيا أصله حقيقته من الله تعالى. بالتالي الآن نحن نعتقد أن جميع الأشياء محركها خالقها هو الله تعالى. بالمقابل أشرب الماء لأنه سبب، سبب للرواء، سبب لذلك، فأباحه الله لي لا بأس به، وأنا أتبرك بهذا الماء الذي أصاب جسد رسول الله لأن الله أرسل هذا الإنسان وهو كرمه، هو اللي الله كرمه، فأنا أتبرك بما أصاب رسول الله لأنه رسول رسول. يعني أنا عم بتبرك من أجل الله بس. حلت هذه العقدة التي يثير بعض الناس إشكالات لها بداية وليس لها نهاية. بدعة، ضلالة، شرك، كفر، تعتقد غير الله، تؤمن بغير، لك يا أخي لا أعتقد غير الله ولا أؤمن بغير الله ولا أعتقد أنه يضر وينفع أحد إلا الله. لكن مثل هذه الأحاديث إيش نزل بها؟ الصحابة كانوا مشركين، أعوذ بالله من غضب الله، رسول الله لم يعلم أنهم يتبركون. مو هذا الحديث الواحد أحبتي ورد في مثل هذا، هناك أكثر من 5 أحاديث في مثل هذا الموضوع كلها صحيحة، كلها صحيحة. فحذاري أن تتسرع فتقول ما يقوله بعض الناس غلطا. نحن أيضا لا نريد الاصطدام، وكل ديننا ليس قائما على الأخذ والرد، وهذا يرد وهذا يجيب، هذا ليس أسلوبا، ليست قضية هكذا. الرد الهادئ العلمي المتفحم والمقصود. قال فمن ناضح ونائم.